سواء كانت في نزول المطر أو غيره هي مسألة مشروعة. إذا ذهبنا إلى الأخيار من الأنبياء والصالحين ومن ترجى بركتهم، المسألة دي مشروعة، ولنبدأ برسول الله وعزة الله. يمكن أن آتي بسبعين دليل في هذه المسألة، سبعين دليل بالله. ده عاقل؟ سبعين دليل على انه شيخ بنزل المطرة؟ السبعين دي اقسمهم على عشرة، جيب سبعة أدلة. السبعة دي اقسمهم على سبعة، جيب دليل واحد على انه في شيخ بنزل المطرة. يا اخي ربنا سبحانه وتعالى قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون. مش هالموية بتاعتنا دي ذاتها اللي بنشربها؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ده سؤال واضح جدا. رب قال لك نزلتوا انتوا أم نحن المنزلون، ولا اللي نزل ربنا سبحانه وتعالى؟